ايش يا هادي؟ ايش يا امي؟ شو هذا اللي بسمعه؟ ضاقت فيكوا الدنيا وما لقيتوا غير بيت اكرم تيجوا تعيشوا فيه؟ وين المشكله يا ماما؟ بيتي بيت اكرم كله بيت واحد وهينا عايشين مع بعض، في مشكله؟ انت بتعرف انه انا لا يمكن اوافق على هذا الحكي، تحت اي باب نعيش مع بعض؟ يعني هي بدي ادير بالي على اولاد اخوي، هدول لسه صغار ولازم تكون عيني عليهم. انت دير بالك على ابنك، ما لك دعوه باولادي. الزم حدودك وبلاش كلام طالع نازل. رح نعيش كنا بهذا البيت، واللي مش عاجبه يتفضل يطلع برا. مش على كيفك، مش بكفي ما بناخذ ولا قرش احمر من حصتنا من فلوس اكرم؟ جايين كمان تاخذوا بيتهم؟ اسمع كلامي منيح، بتاخذ عيلتك وبتطلعوا من البيت فورا، فاهم؟ اسف يا ماما. طلع من البيت هذا مش طالعين. ورح نعيش هون. واللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه يستفيد. ليش امك ما بدهيانا نعيش معكم في هذا البيت؟ لانه عندكم بيت، ليش تيجوا تعيشوا معنا هون؟ اصلا هذا بيتنا، انتوا اللي عايشين عنه. انت ليه عم تعطي اختي؟ اصلا هدول اللي تخوت قدام، ولو بدي انام عليهم بقدر انام عليهم، بس انا ما بدي، لانه ماما رح تشتري لي واحد احلى منهم. كما اوصى سبحانه وتعالى نبيه الكريم والمؤمنين بحسن معاملة اليتيم. يقول الله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاما اليتيم فلا تقهر، واما السائل فلا تنهر، واما بنعمة ربك فحدث. ويؤكد عز وجل وجوب حسن معاملة اليتيم فيما قصه على نبيه الكريم في سورة الكهف، حينما ذكر ذلك الرجل الصالح الذي رافقه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وهو سيدنا الخضر عليه السلام، حينما قام ببناء جدار تالف يكاد ينهار. وكان هذا الجدار يخص غلامين يتيمين تحته كنز خبأه لهما أبوهما. بنى هذا الجدار دون انتظار جزاء من أحد أو أجرة من أحد. فإذا أردت يا أخي المسلم أن تزيد كفة حسناتك فعليك بمعونة اليتيم. عليك بمعونة اليتيم ما أمكن من مساعدة وعناية وتعليم وحسن معاملة. قوم يا حبيبي، قوم شوف الست أمل تركت البيت هي ولادها. شو؟ لا تتسربعي كثير، بدها تتركه تتركه، هيك أحسن، أحسن ما تضل عيونها علينا. شو اللي أتسربعه وأتسربعه؟ هاي بدها تفضحنا مع الناس، أنا لازم أروح أشوف وين راحت. الله لا يوفقها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا خجلانة من تصرفاته، بس مش طالع بإيدي إشي. بتعرفي أنا وياك غلطنا لما وثقنا فيه، الله يسامح الله يسامح. أنا ما بسامحه، أخذ مالنا وشردنا. أنا من بكرة الصبح رايحة ألغي الوصاية. صدقيني ما نعرف شو بدي أقول لك يا بنيتي، هذا حقك. هذا أكيد هادي. لا تخافي وأنا معك، طمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. معقول؟ معقول ذكرت أمك بعد كل هالقطيعة وجاي تطل عليها؟ معقول؟ شو يا ست أمل؟ كيف بتطلع من البيت وبتاخذ الأولاد بدون عمي؟ هلا لما تذكرت انه الك ولاد اخ، بأمارة ايش هدول ولاد اخوك؟ بأمارة ايش؟ بلا فلسفة، هدول ولاد اخوي وانا الوصي عليهم، ومن هون ورايح ما بيتحركوا خطوة الا بعلمي، مفهوم؟ إذا كان على الوصاية فأنا من بكرة الصبح رايحة ألغيها، غيره يا سيد هادي. سامعة؟ بتقول لك بدها تلغي الوصاية؟ هيك أحسن لك، عشان تريحك من أي مسؤولية تجاههم. يعني أنت موافقة على اللي بتحكيه؟ لا تصرخ بوجهي واحفظ أدبك. اسمع، أنت من هون وطالع ما إلك عليهم إشي،
أمل ولادها من مسؤوليتي أنا، وأنا رح أسمح لك لا أنت ولا مرتك تتحكموا فيهم، فاهم؟ ماما أنت ما تتدخلي، هذا الموضوع بيني وبينها. هي وصلت إنك ما تسمع كلامي ولا تحترمه؟ يمشي من هون، يمشي، وروح لمرتك اللي بتعاملك مثل الأطفال، وشو ما بدها بتنفذ طلباتها، وشو ما بتقولها بتقول لك حاضر يا ستي، امشي. كلكم وضربة أمي إلي كف علشان أملكم. حبيبي اطلع فيي، انساهم، انساهم وخلينا نشوف حياتنا ونعيشها. معك حق، أنا لازم أنساهم ولازم أفكر في اللي جاي. يا الله قديش انبسطنا، تعرف فعلا الناس أكابر. أكابر معهم مصاري بيلعبوا بالملايين. لا تعرف انا كثير مبسوطه اليوم، حط لك اغنيه، حط لنا يكايدهم. يكايدهم؟ لا لا لا، مش هون الاشرطه، هون هون. اه صحيح، نسيت انه انت اللي حطيتيه. يكايد هون، يكايد مش ملاقيه. وين يكايدهم؟ انتبه. فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، هذا نهي واضح يوجهه لنا رب العزة سبحانه وتعالى، أي علينا أن نتعامل مع اليتيم بالحسنى، ولا ننسى أنه آدمي من دمنا ولحمنا، حتى لو لم تكن تربطنا به صلة قرابة، علينا الإحسان إليه وعدم الإساءة إليه مادياً أو معنويا. فمن يأكل مال اليتيم ظلما فهو يأكل جمرات من نار، من نار جهنم والعياذ بالله. ويخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أقرب المقربين له في الجنة كافل اليتيم، حين قال عليه السلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى وفرق بينهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. صدق الله العظيم.